كافيين انا وزينب باحلى فقره واخر فقره، باقي فقرات بدهم يغاروا من هذه الفقره، ولكن هذه الفقره عن جد ممتعة مميزه وممتعه جدا زينب، معك اكيد حن أكيد. اليوم بدنا نحكي عن طبعا إنجاز جديد سطرته الجمعية الفلكية السورية بفوزها بتلسكوب مقدم من الاتحاد الدولي للفلك عن فعالية 100 ساعة من الفلك لعام 2021، لتكون واحدة من العديد من الجهات العالمية اللي شاركت بالفعالية وحصدت جائزة عن نشاطاتها. لنحكي أكثر أكيد عن الموضوع ونعرف التفاصيل. أكيد معنا الدكتور محمد العسيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحها. صباح الورد زينب، يسعد صباحك سالي، صباح الخير. يسعد صباحك. يا رب يعني يكسب لازم حلو. اكسبو 2020 يكون لكم محطة انتم. صحيح صحيح. عن جد لازم والله مزبوط. يعني على الانجازات اللي عم تعملوها بهالسنين المتسارعة لازم يكون لكم شيء. فعلا يعني بصراحة اللي تفضلتي فيه زينب سالي، الانجاز الاخير هو يمكن كثير كثير مهم. ليش؟ السبب الاتحاد الدولي للفلك بينظم فعاليات وانشطة على مستوى عالمي، يعني بيشارك فيه مئات من الدول. بعام 2021 من بداية العام دائما الاتحاد الدولي بيطرح مجموعة من الأنشطة، الدول اللي بتحقق هالأنشطة تبقى في الاتحاد الدولي للفلك، أولا يبقى لها اسم، يبقى لها مكانة. الدول التي لا تحقق أي نشاط تخرج من الاتحاد ويدخل مكانة دول جديدة. نحن ب 2018 دخلنا الاتحاد الدولي للفلك كجمهورية عربية سورية، وصممنا أن دخلنا نحن لنبقى مو لنطلع. صح نعم. وبالفعل من 2018 سوريا تتألق في الاتحاد الدولي للفلك. اليوم بعام 2021 بصراحة حققنا إنجاز، وكالات الفضاء يعني كانت منافسة إلنا وما قدرت تعمل الشيء اللي عملناه بكم من النشاطات وبنوعها كما وكيفا. فبالفعل ب 2021 نعم، شوف الفيديو أنه عم في شكر تماما. هي مديرة المركز الارتباط بالاتحاد الدولي للفلك، مديرة مكتب رئيس الاتحاد، ما عم ناخذها على الهواء بتوقع. تمام. لازم تكون عم تتاخد على الهواء يعني بعد إذن المخرج نحط أوفا لأنه عم تحكي حكي كتير كمان مهم نحن وعم نحكي. يعني إنجاز كتير مهم. صحيح. خاصة أنه معترفين فيه حتى. تماما. لينا بتشتغل مديرة مرصد اليابان بطوكيو، هي المسؤولة كانت عن المنسقة لعام 2021، ممثلة لرئيس الاتحاد الدولي للفلك، عم تحكي فعلا كلام كتير مهم عن الفلك والفلكيين في سوريا، وكان يعني فعلا إنجاز كتير كبير. والكم من النشاطات اللي بعثنا لها اياها حتى هي يعني تفاجأت بالوضع، عرفنا عن حقيقة الوضع بسوريا، الشباب السوري المتألق المبدع المتطوع، يعني مثل ما عم نلاحظ كلام هي عم تحكي طبعا باللغة الإنجليزية، انا بشكر الشباب اللي ترجموها، النشاطات اللي بيقيمها الاتحاد الدولي للفلك، كان هذا العام المرأة في الفضاء. عم تحكي عن مبادرة الفتيات اكيد. تماما. هي المصادر التعليمية، السماء المظلمة. تماما. نحن هي السماء المظلمة ابدعنا فيها بما انه الكهرباء كانت قليلة. ممتازة. نحن بناخذ فيها جائزة. فاجت ادفانج لها. نعم، يعني خلينا اول شيء نقول انه انجازنا جدا عظيم. صحيح. نعتبره لانه نحن اول شيء يمكن ظروفنا صعبه كثير ومع هيك عم نحقق شغلات. الجمعيه الفلكيه السوريه هي في طور النمو والانتشار، خلينا نقول يعني دائما هي مواكبة لكل شيء أحداث فلكية. كمان هيدي الجائزة هي كمان قيمة مضافة فينا نعتبرها للجمعية. صحيح 100%. تمام. خلينا نحكي أيضا فينا نعتبرها انطلاقة ولا لا؟ نحن انطلقنا. لا نحن انطلقنا بصراحة، لكن هي محطة كانت محطة. مهمة جدا. تمام. هي المحطة المهمة جدا، أولا كسبنا اعتراف عالمي بصراحة بوجود الجمعية الفلكية السورية كجمعية العربية الوحيدة بالاتحاد الدولي للفلك، يعني كجمعية بين وكالات فضاء بين مراكز أبحاث، يمكن أول ما نظروا لنا كجمعية يمكن ما عندها القدرة أن تقوم بهيك نشاطات، لا استطعنا أن نحقق هالنشاطات بكل قدرة وبكل نجاح. 100 ساعة من الفلك كان تحدي، أنه نحن نحقق 100 ساعة كاملة متواصلة غير مقطوعة من العمليات الفلكية، من الرصد الفلكي والمتابعة ورصد الكواكب ورصد النجوم وتسمية الكواكب واكتشاف كواكب خارج المجموعة الشمسية. نعم. أي عندنا 100 ساعة لازم يكون بسنا مستمر ما ينقطع. حققناه هذا من 1 لـ24 الأول، ومو بس بدمشق، حققناه بعدة محافظات، باللاذقية، بحلب، بحماة، بمصياف، ما بدي أنسى شيء، ريف دمشق، طرطوس، حققنا بعدة محافظات، استطعنا وحمص، استطعنا أن نوصل رسالة. المرأة في الفضاء كمان كان كل النشاطات تمثلها المرأة، يعني تقصدنا أنه يكون المحاضرات خلال 100 ساعة من الفلك من الصبايا المتطوعات بالجمعية الفلكية السورية، يعني مو واحد أو اثنين، عشرات
ايضا كانت رساله ناجحه جدا لكم المتطوعات في جمعيه فلكيه سوريا ونوعيه دراستهم. هذا الشيء كله الملف رفعناه للاتحاد الدولي للفلك بنهايه تشرين الاول ببدايه تشرين الثاني. مع الاسبوع الاول لتشرين الثاني تم تقييم عالميا ل 198 نشاط من الدول العالميه، بدهم كانوا ثلاثه من 198 دوله. الحمد لله نحن كنا بين الثلاثه الاوائل يلي نجحت عام 2021، كانت من احدى ثلاث دول هي الاولى على العالم بنشاطات 2021. الجائزه كانت تلسكوب. هلا التلسكوب نحن عندنا ثاني اكبر مرصد بالوطن العربي ودائما بدعيكم عليه سالي وزينب، لكن الفكره بهذا التلسكوب هو القيمه المعنويه الهامه جدا. هذا التلسكوب موقع من ثلاث رواد فضاء بمحطه الفضاء الدوليه، حلو. وموقع من ثلاثه حاصلين على جائزه نوبل عن عام 2021، وبالتالي القيمة المعنوية كتير 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 مهمة. هي واحد. اثنين، بترافق مع التلسكوب شهادة اعتراف دوليا من الاتحاد الدولي للفلك على النجاح على مكانة سوريا. بنحط علم الجمهورية العربية السورية لمدة عام كامل على مبنى الاتحاد الدولي للفلك 2021-2022. هذا كله نحن بنعتبره أكبر نجاح لنا، أنه يظل علمنا مرفوع بمكان أممي كبير. إضافة إلى التلسكوب حيكون معه كاميرا، حيكون معه هدايا منفقة كتير. فالفكرة أنه نحن استطعنا نحصل عليه بنجاح. الرسالة وصلناها، نحن كان غايتنا الرسالة. ب 2018 كثير تعذبنا لدخلنا الاتحاد الدولي للفلك، وكثير سمعنا كلام مزعج لما دخلنا الاتحاد الدولي للفلك من كثير دول للاسف الشديد نحن بنعتبرها كانت دول خلينا نقول داعمه لنا، يعني صديقه لنا، لكن سمعنا كلام كثير كان مزعج. ودخلنا الاتحاد الدولي للفلك وكان متوقع 2018-2020 تطلع سوريا، انه ما تقدر تحقق اي انجاز او ما تقدر تستمر بالمحافظه على مكانتها. الاعتراف يلي هلا سمعناه من مديريه مكتب الاقتصاد هذا كثير مهم، يؤكد انه لما دخلنا نحن دخلنا لنبقى، مو بس لنبقى، لنضع لنستمر. تماما لنستمر ونضع بصمه، البصمه السوريه لازم تكون. وهي مثل ما تفضلتي سالي باكسبو 2020 كمان كان عندنا طموح انه حتى باكسبو 2020 انه يكون عندنا التلسكوب مثلا ونرصد السماء بسوريا، من سوريا وبسوريا بالاجنحه السوريه بكل العالم، انه يكون نسلط الضوء على الانجازات الفلكيه. كوكب تدمر، يعني كوكب تدمر شغله كثير مهمه، كوكب اوغاريت، نجم إبلا، هدول الثلاثه شغله كثير مهمه على المستوى العالمي. نعم، نعم. انه يكون في كواكب باسماء عربيه سوريه كما تلفظ تكتب هي حاله نادره بالعالم. أكيد. يعني ما فينا نقول والله كل الدول عندها هيك، لا، هي دولتين ثلاثة قدرت تحقق هذا الإنجاز، وبالتالي لازم يتسلط الضوء على هذا الموضوع لأنه فعلا أيضا في رسالة كثير مهمة. الاتحاد الدولي للفلك بشكل المظلة اللي تحته بتضم كل العالم، فأنه نكون نحن متميزين بهذا المكان فعلا حققنا بصمة كثير كبيرة. أكيد. ومستمرين، يعني هلا الاسبوع الجاي كمان عندنا نشاط ضخم اللي هو بجامعه حلب، مؤتمر التراث العلمي العربي للخامس والثلاثين لتاريخ العلوم عند العرب. مو بس نحن عم نحاول نوصل رساله للمستقبل، حتى للماضي. تمام. تراثنا واهميته ايضا حتى جامعه ثقافتنا، لانه هن يمكن ثقافه علم الفلك اخذت من العرب لما سلام. كانت من زمان الرحاله والنجوم. صحيح. يعني معروف الابحاث اللي كانت البدائيه خلينا نقول واثبتت انه في منها صحيح. اليوم مثل ما قلنا في تميز، في وجود لسوريا واضح طبعا علم الفلك خلينا نقول والاكتشافات اللي صارت. هلا عنا ظواهر جديدة. صحيح. أكيد. هلا في عنا 19 شهر يمكن كسوف للشمس. تمام. كمان. في عنا كثير ظواهر هلا خلال شهرين. أنا مهتمة بهدول القصص بحسهم بأسرع بس نفسية. بس ما لهلا ما ضبطتوا الزيارة. لا بدنا نضبطها من صورة. للمرصد تكون لايف يمكن سالي كمان. بالتلسكوب. أكيد. نصبره مزبوط. خلينا نحكي كمان بس بدنا ننوه، ما في زينب عم نلاقي مثل إعلان لا يعني ما في مثلا حقكم أنتم بحسوا شوي هيك مهضوم، شو السيرة؟ شو القصة؟ يمكن نحن ما عم يعني بسبب كم النشاطات الكبيرة يعني في نقص دعم من جهات تماما أكيد، يعني هذا أكيد. طب خلينا نحكي معلش، لأنه نحن دائما نسمع زينب يعني شيء مهم كتير وصار عنا إنجازات كتير يعني ما في ضوء عليه، بيسألوا عن الأشياء اللي نحن عم تكون بالصباح إنه هي موجودة عنا 100% لهالدرجة يعني. تماما. يعني هلا مثل المرصد الفلكي هو ثاني أكبر مرصد بالوطن العربي، يعني هذا كان يعني بحاجة نوصل الضوء تماما. يمكن نحن ما لنا فاضيين كتير، انشغلنا بقصص كثير، انشغلنا بالانجازات، بتحقيق الانجازات، وابتعدنا عن الجانب الاعلامي، حتى صفحتنا خلينا نقول ضعيفه شوي نسبيا بسبب انه نحن مشغولين تماما يعني بموضوع اهل البيت. بدنا نحكي هذا الموضوع صحيح، لكن يعني. كمان بنفس الوقت نحن بحاجه من دعم من المؤسسات الحكوميه، ما بدنا دعم مادي، بدنا دعم معنوي بحيث انه هي الانجازات يتم تسخيرها لخدمه البلد، انه نسلط الضوء عليها لخدمه البلد، هي انجازات كثير مهمه
خلينا نحن نستفيد منها لخدمة البلد، بمعنى أنه نرفقها بالرسالة التاريخية لسوريا، بما أنه أول أبجدية بالتاريخ بسوريا، أول سيمفونية بالتاريخ بسوريا، كوكب باسم تدمر بسوريا، كوكب باسم أوغاريت بسوريا، أيضا هذه إنجازات مهمة جدا. يعني نربط الماضي بالحاضر. أنا زرت إكسبو دبي بأول افتتاحه، بعد يومين من افتتاحه، تمام؟ فطلعت على بعض الدول إنجازات، خلينا نقول محطات بعض الدول عم تسلط الضوء على إنجازات حلوة كتير، ومعظم الدول كانت عندها جناح فلكي. أستراليا، كندا، بعض الدول عندها شيء فلكي. طيب خلينا نحن بسوريا كمان نخلي قطاع العلمي، يعني الرسالة العلمية حلو، نحن عندنا تراث مهم جدا، هذا التراث أساسا شعار جمعيتنا لنستعد أمجادنا في علوم الفضاء والفلك. معهد التراث العلمي العربي بحلب عم يستعد للمؤتمر السادس 35 مؤتمر عن التراث العلمي بحلب، عن التراث العلمي العربي عفوا. فعندنا تاريخ، لكن نحن بحاجة أن نربط هذا التاريخ بالحاضر. هي رسالتنا. بأكد على كلامك سالي، مظبوط نحن يمكن ما كتير حاصلين على دعم كبير رغم الإنجازات المتطورة، لكن ما عم نوقف، يعني مستمرين. يعني نحن في عنا رسالة، في عنا هدف، في عنا أمنية أنه تكون سوريا بالفضاء. كان عنا أمجاد كتير كبيرة بعلوم الفضاء والفلك من صغرنا، ونحن نمر قدام طريق قاسيون على إيدنا اليسار منلاقي قبة السيار. قبة السيار كنت دائما أسأل الوالد، هي القبة لشو؟ شو بيصير فيها؟ يعني هل يا ترى هذا مكان للسيران؟ مكان لشو هذا المكان؟ ف الوالد كان يجاوبني انه هذا يمكن شيء جزء من جامع او كذا. بحثنا كثير وتوصلنا انه هذا المكان كان اول مرصد في التاريخ، هو قبة الشماسية ببغداد. حلو. بناهن المأمون كاول مرصدين مستقلين بتاريخ البشرية. نعم. مرصد واحد ببغداد والثاني بدمشق. ما في اول مرصدين، يعني لما حلو. نقول للعالم والله سوريا تملك اول مرصد في التاريخ، شغله كبيره كثير. هذا المرصد هو اللي زرع عنا انه هي الرساله بالماضي لازم تتحقق بالمستقبل. أكيد. مثل ما كان عنا نحن اول مرصد في التاريخ راح يكون بقلب الازمه مرصد الفلكي السوري. فهي كمان كانت رساله ثانيه. نعم. رغم الحصار، رغم العقوبات الظالمه، منع استيراد التلسكوب، كنا ممنوع استيراد التلسكوب، رغم هيك جبناه وموجود وحققنا في إنجاز. مو بس جبنا، وحققنا في إنجاز وأخذنا في اعتراف. بالنسبة لسؤالك زينب عن الأحداث الفلكية، في عنا كتير أحداث هلأ متتالية من هون لنهاية السنة. أول شيء الخسوف والكسوف القادمين ب 28 شهر لن يرى في سوريا، هيك ما حطينا اعلان. 28 الخسوف. نعم. بس لن يرى في سوريا، ما بيأثر علينا ابدا وما بيشاهدوا بسوريا. طبعا. لكن عندنا هلا حاليا نحن ببدايه هطل شهابي يسمى الاسديات نسبه لكوكبه الاسد، راح يحتك بقايا مذنب تمبل تطل بالغلاف الجوي للارض، راح تولد العاب ناريه بدات بالامس ذروتها 17 18 تشرين الثاني. راح نلاحظ من الساعه 12 للأربعة فجرا هذه الألعاب النارية في سماء الجو مناسب. نعم. حتى نشوفها بدنا نطلع على الأسطوح، نقعد 10 دقائق نعود عيوننا على الظلام، نطلع باتجاه الشمال لشمال الشرقي. تمام. صحيح. فبنشوف ألعاب نارية غزيرة في الفضاء يوم 17 فجر 18 من الساعة 12 ليلا للأربعة فجرا. 12 كانون الأول نحن على موعد مع أهم حدث لعام 2021، وهو الحدث اللي بيدعو للتفاؤل، اللي كتير 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 حلو، وبتوقع انه ان ينختم عام 2021 بهذا الحدث بفائلنا ب 2022، اللي هو مرور مذنب قد يشاهد بالعين المجرده. نعم. ولمده 3-4 ايام. حلو. يعبر سمائنا مذنب لورين، من اجمل المذنبات يلي نحن نامل ان يكون لنا فرصه ان نرصده. راح يشاهد ايضا بعد منتصف الليل كايضا بالجهه الشرقيه في كوكبة قريبة من كوكبة الجوزاء، حنشاهده عم يعبر السماء بشكل جميل جدا. 12 كانون الأول أيضا من الظواهر الفلكية الممتعة جدا يلي نحن رح نحكم رح نختم فيها عام 2021. المذنبات دائما ترتبط بشيء مفائل، فيا رب نقول هي تفاؤل لعام 2022. دائما أنا بحب التفاؤل بالخير. المذنب مروره بالنهاية كان كتير مفائل لنا. نعم. ما كان معروف أنه حيمر بهالطريقة ويكون صحيح. واضح بهالطريقة. الآن كل المؤشرات إيجابية، نحن عم نتابعه على فكرة من هلأ، لكن هلأ بيحتاج لتلسكوبات كبيرة. عم نستنى تلسكوبات صغيرة. نعم. فإذا فعلا في عدة نقاط، محطات، ظواهر فلكية من هون لنهاية العام. طبعا 2022 في ظواهر عديدة، لكن نتركها لحديث ثاني. نعم.
والبرد والمطر شو وضعه؟ خلينا متفائلين. للاسف مثل ما عم نلاحظ ومثل ما ذكرنا بعدة لقاءات انه نحن فعلا الصيف عم يمتد، عم نلاحظه عم يمتد، الامطار عم تخف للاسف الشديد. الامطار هالعام حتكون غزارتها بايام محدده، لكن باقي الايام رح نلاحظ الاستقرار. هذا بسبب برجع باكد الاحتباس الحراري. نعم. يلي صنعه الانسان يلي نامل. نعم. انه يلاقوا. نعم. حل. هلا مش من كم يوم كانوا مجتمعين على اساس يلاقوا حل، لكن حتى الان لا حلول فعليه. حتى الان هناك خلافات عالميه حول ايجاد حل للاحتباس الحراري. المشكله عم تتفاقم. وقت الخلافات يمكن احنا للأسف. صار عندنا حرائق يعني تماماً. صار عندنا حرائق بالعالم وبلبنان صار في حرائق وبسوريا تماما وبسوريا بجبال الساحل من حمص امتداد طرطوس للاذقيه. وهي يعني دعوه زينب هلا الفتره هي اخطر فتره. ليش؟ لانه هي فتره الجفاف الان اللي هو مع بدايه خلينا نسميها الزرع انه يطلع بيكون لساته قابل للاحتراق. فهلا الفتره هي الاخطر نسبيا لارتفاعات درجات الحراره غير مفيده لا للمزارعين طبعاً. ولا للبلد، مو بس بسوريا بكل العالم. رح تسمعوا السنة تغيرات مناخية كتير كبيرة، هطول ثلوجات. نعم. بأماكن غير مقبول غير. نعم. متوقعة، وجفاف في أماكن أخرى. نعم. نعم. نحن نتشكرك يعني استاذ محمد على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. لكم الف مبروك. الله يبارك فيك. هالانجاز ان شاء الله هيك السنه الجايه يكون في انجازات اهم بتناسب هالنشاطات الجميله للجمعيه السوريه الفلكيه. زينب شكرا لك. سالي سعد صباحي. سعد صباحك. شكرا لك دكتور محمد. اكيد يعني انا وزينب دائما فقرتنا معك مميزه ومنحب هالقصص. يمكن ان شاء الله يا رب جميع الكوارث تختفي عن العالم. يعم السلام. لازم ننطلق من ذاتنا لانه بنرجع نقول الانسان اخطر كائن حي. صح. موجود على سطح الكره الارضيه. شكرا لوجودك. يسعد صباحك.